هلا معك يا ابونا. رب كيفك؟ القوة. الحمد لله. كيفك انت؟ اسبوع مبارك، صوم مبارك. لك وللجميع يا رب، شو أخبارهم؟ نشكر الله. ابونا نحن بدنا نحكي اليوم، امبارح كان احد الغفران. ليه بتصير هالرتبة قبل؟ طبعا نعرف انه بعد الظهر بيصير في صلاة الغروب، وباخر الرتبة الكل بيستغفر من بعضه: اغفر لي يا أخي من أجل المسيح. صحيح. تفضل، وهيك خلينا نفوت بأول أسبوع من الصوم، هيك كيف نكون عم ندرب حالنا شوي شوي للي ببلشوا أول مرة ياخدوا على عاتقهم يدخلوا بهالجهاد الروحي. هو مثل ما حضرتك سميته بسموه هذا يعني الأحد الرابع والأخير من فترة التهيئة بزمن التريودي، نعم. اللي هو عنده هالثلاث تسميات اللي بدنا نسميهم. أحد الغفران، لأنه الإنجيل بيحكي إنه إذا ما بتغفروا لغيركم ربنا ما بيغفر لإلكم خطاياكم. صحيح. وكمان مثل ما تفضلت وقلت انه بعشيه بمثل الغروب، من بعد ما يخلص الغروب يعني الموجودين بيستخروا من بعضهم تيبلشوا بتنين ابيض تاني نهار، يعني بصوم مبارك نقي. وطبعا يعني بروح بشوف بيتصلوا يعني مع اللي بيعرفوهم لما هنالك كمان مشان يستخفوا منهم. وعنده كمان محطة تانية بسموها ذكرى طرد آدم وحواء من الفردوس. نعم هالثلاث تسميات هول هم مرتبطين ببعضهم، يعني نعم يعني فإذا الغفران وطرد آدم وحواء من الفردوس، والثالثة أحد مرفع الجبن يعني بنقطع فيه البياض. نعم بس حتى نفسر للمشاهد، شو علاقة طرد آدم وحواء من الفردوس بالصوم، ببداية الصوم؟ اوكي، اول شيء خليني اجاوبك على السريع بالموضوع الغفران. الغفران هي من عمليه يعني اوتوماتيكيه، بمجرد ما انا اجي اقول لك مثلا اغفر لي يا جورج انا اخطات لك من اجل المسيح، بتقول لي انت الله يغفر لك يا ابونا وخلص. يعني هيدي لا، يعني بعتذر على الكلمه حتى نبسطها، بتصير مسرحيه فولكلوريه. بصير تقليد وماشي، مش طالع من القلب. لا، هو ربنا أعطانا مثل يعني قصة حقيقية، حادثة واقعية صارت بالكتاب المقدس بالإنجيل بالعهد الجديد. إذا ما نحطها قدام عيوننا بنفهم شو يعني المغفرة. نعم. زكى العشار، ولا أبسط من هيك. زكى العشار أول ما دخل الرب إلى قلبه، وصحيح دخل على بيته بس دخل على قلبه، بس دخل على قلبه صرخ زكى العشار انه انا اول شيء فكر بالفقراء دغري، لانه هو كان ظالم. فاذا اول شيء فكر بالظلم تبعه انه انا كنت ظالم، فاذا رح غير المسلك تبعي. ثاني شيء شغله كثير مهمه، قال انا اذا كنت وشيت بحدا يعني ظلمت حدا رح ارد له 4 اضعاف. فاذا مرتبط هالامر باصلاح ما افسد، باصلاح ما اخطا اليه، بمسلكيه جديده. فاذا انا ما في اجي اقول لك بلحظه ثانيه اغفر لي، شو بتاخذ ثانيه؟ نعم. وضل مثل ما انا او زيد يعني اللي عم بعمله من فساد ومن خطا ولما هو في المثل الثاني كمان بالانجيل، قطع عن حديثك ابونا، وقت اللي العبد بيكون متدين من الحاكم مصاري وبيفوت بيسامحه عليهم وبيبقى مبلغ كبير، بيطلع لبرا من عنده من بعد ما سامحه، بيلتقي بشخص مدين ومبلغ كثير صغير، بيلقطه بخوانيقه بده يقتله، بيقول له رد لي اياهم. فهون بيرجع الحاكم بيقول له الخضوع على الحبس، لانه هيدا ما قدر اللي عملته معه، طلع يقتل حدا لانه مدين وانا سامحته بكل الدين. ايه، فاذا الغفران مرتبط اول شغله اولا واخرا بمسلكيه شخصيه عند الانسان، يعني ما فيني انا تمتم وضل مثل ما انا. هيدي هلا شو علاقه الغفران؟ ليش الكنيسه حطت موضوع الغفران وربطته بطرد ادم وحواء من الفردوس؟ نعم.
في ناس بيفكروا أن قصة آدم وحواء هي قصة أسطورية ما لا معنى، ونحن بال 2023 لشو بعدنا بنحكي فيها ولا ما هم ذلك. هذا لأنه ما بيعرفوا، والإنسان عدو ما يجهل. صحيح. يلي الإنسان بيقراها مظبوط بتمعن بيكتشف أنه هي ومني عم بالغ أروع أروع مشهدية موجودة بالكتاب المقدس. لأنه آدم وحواء بمثلوا كل واحد منا، والشيء اللي عمله آدم وحواء نعمله نحن كل لحظة مع بعضنا البعض، بعدنا عم نعيشه لأجيال. صح. هو ذاته أول شيء ربنا خلق لهم كل شيء حسن حواليه، وقال لهم خذوا اللي بدكم اياه، كل هالجنة على حسابكم إلا شجرة المعرفة والخير والشر. شجرة معرفة الخير والشر ما تجي صعوبة. هلا فعليا ما في شيء اسمه شجرة معرفة الخير والشر، يمكن لهيك بيقولوا القصة رمزية. هي اللي بتعني شيء كثير رائع. يعني انت اليوم كتقدر تعرف الخير من الشر بده يكون عندك حكمة، بده يكون عندك معرفة. نعم. بده يكون عندك نمو. يعني مثل الولد الصغير اللي ماسكه بيه بايده او امه، اذا وصلوا على الطريق بده يقطعوا الطريق. اذا الام او البي فلتوا ايدهم للولد، شو بيعمل الولد؟ بينط بيجي تحت السياره. ليش؟ لانه بعد ما كبر ما نمي، ما عنده حكمه. نعم، ما عنده معرفه. نفس الشيء، لانه كمان ربنا بيقول لهم انه بوسط الجنه في شجره الحياه. كانوا مسموح ياكلوا منها لشجرة الحياة. شجرة الحياة حتى ما نطور ونختصر، نعم، هي الرب نفسه، هي الحكمة الإلهية اللي بتعطينا النضج. فإذا نحن مطلوب منا ننضج وننمى وننتقل من الحكمة الإلهية، ننمى بالرب يسوع، نحيا فيه، فبعدين يصير عندنا مقدرة نميز بين الخير والشر، بين ما هو مفيد لنا وغير مفيد. هن راح الشيطان قبل ما هن ياكلوا وينموا ويحيوا بالرب، قالوا تعالوا تقلكم يلا خدوا هيدا شر كلوه. قاموا انبسطوا فيه من برا، حلو جميل. دائما الخطية تجي لعنا بشكل بهي جميل، من برا منظرها رائع وبس نكلها طعمه مر. نعم. فإذا راحوا أكلوا من الشر قبل ما ينموا بالرب. نعم. حتى ما تبقى الخطية خالدة جواتهم، ولأنه ما في شركة بين النور والظلمة، قام قال لهم الرب بما أنه أنتوا عصيتوا بحريتكم، تفضلوا روحوا جاهدوا بملء حريتكم، اطلعوا هلأ من هالفردوس، بدكم تجاهدوا وبترجعوا بحريتكم مثل ما بهرتوا بحريتكم. نعم. لأنه نحن أخطأوا بحريته. شو صار آدم يقول له أنا ما خصني حواء؟ طب بغري على حواء. حواء قالت له أنا ما خصني الشيطان أغواني. شيطان مش بس هيك، آدم راح لامه لالله، قال له مش أنا، أنت اللي حواء اللي خلقت لي إياها. صار بده يكب على الله. نحن هيك بنعمل. نعم صحيح. هلا الحلو بالموضوع إنه هذا الأحد اللي هو امبارح شفنا إنه طرد آدم وحواء من الفردوس، بس في شغلة مهمة جدا، إنه الرب قال لحواء إنه من نسلك بده يجي من يدعس راس الحي اللي هو الرب. مشان هيك نحن بنهاية هالفترة كلها، نعم، يعني آخر شيء بنختمه بأحد الفصح القيامي. صحيح. شو رح نشوف بالقيامة؟ رح نشوف آدم وحواء يلي انطردوا من الفردوس عم بيشير للرب من القبر وبيعطيهم الحياة عن جديد. نعم. فهيدا شيء حلو، لأنه نحن خطيتنا بتخلينا إذا بدنا ننطرد من هالفردوس لفترة. نعم. ولكن إذا جاهدنا وبكينا على خطايانا ووعينا، بيرجع ربنا بيمسكنا بإيدينا وبيشيلنا من قبر خطايانا وبنصرخ معه ساعتها المسيح قام. أمين. حقا قام. بدي أختم معك بجملة بيقولها أحد اللاهوتيين أو أباء الكنيسة: هل شجرة الحياة أو شجرة الخير والمعرفة خشبتها اللي طردت آدم وحواء من الفردوس، خشبة العار اللي رفع عليها يسوع المصلوب الإله،
هي اللي رجعت أعادت الحياة لألهم وخلصت البشرية. شكرا صحيح. لك أبونا أتناس والشهوان، وإلى اللقاء للإثنين القادم.